بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم إن شاء الله سنتعرف على إعراب الفعل المضارع، جزمه ونصبه ورفعه، متى يجزم ومتى يرفع ومتى ينصب، وعلامة إعرابه في كل حالة، ثم أدوات الشرط الجازمة وأسلوب الشرط واقترانه بالفاء، وجزم المضارع في جواب الطلب، وبناء الفعل المضارع. إعراب الفعل المضارع. الفعل المضارع فعل معرب، أي يرفع وينصب ويجزم، يتغير ضبط آخره حسب تغير موقعه في الجملة. أولا، جزم الفعل المضارع. يجزم الفعل المضارع في ثلاث حالات: إذا وقع بعد أداة تجزم فعلا واحدا، وهي لم ولما، وهما أداة جزم وقلب، أي يجزمان الفعل المضارع ويقلبان زمنه إلى الزمن الماضي. لم يسافر زيد ولما يعد علي، الفعلان مجزومان وعلامة جزمهما السكون لأنهما صحيحة الآخر. لام الأمر لتحكم بين الناس بالعدل، الفعل تحكم مجزوم بعد لام الأمر وعلامة جزمه السكون لأنه أيضا صحيح الآخر. لأن هي لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، تبطلوا فعل مجزوم بعد لأن هي وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة كما سنعرف. إذا وقع بعد أداة تجزم فعلين، وهي أدوات الشرط الجازمة، ويسمى الفعل المجزوم الأول فعل الشرط، والفعل المجزوم الثاني فعل جواب الشرط. وأدوات الشرط الجازمة هي إن وإذ ما ومن وما ومهما ومتى وأيانا وأين وأن وأينما وحيثما وكيفما وأي. إن وهي حرف لربط الجواب بالشرط، مثل إن تفعل الخير تنل رضا الله. الفعل الأول تفعل فعل الشرط، والفعل الثاني تنل فعل جواب الشرط، مجزومان وعلامة جزمهما السكون لأنهما صحيح الآخر. لاحظ أن الألف من وسط الفعل تنل حذفت منعا لالتقاء الساكنين. إذ ما حرف بمعنى إن الشرطية، مثل إذ ما تقم أقم، تقم أقم فعل الشرط وجوابه مجزومان وعلامة جزمهما السكون. لاحظ أيضا أن حرف العلة الواو حذف من وسط الفعلين، أصله تقوم وأقوم. من اسم شرط للعاقل. من يتقي الله يجعل له مخرجا، الفعل الأول يتقي فعل الشرط مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة لأنه معتل الآخر، والثاني يجعل جواب الشرط مجزوم علامة جزم السكون لأنه صحيح الآخر. ما اسم شرط لغير العاقل، مثل وما تفعله من خير يعلمه الله، الأول مجزوم علامة جزم حذف النون من الأفعال الخمسة، ويعلمه جواب الشرط مجزوم علامة جزمه السكون لأنه صحيح الآخر. مهما اسم شرط لغير العاقل، مثل مهما تأمر القلب يفعلي، وهذا المثال مأخوذ من بيت امرئ القيس. فالفعل الأول مجزوم علامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، والثاني مجزوم علامة جزم السكون لأنه صحيح الآخر، وحرك بالكسر مناسبة للقافية. متى اسم شرط للزمان، مثل متى تهمل دروسك ترسب. الفعل تهمل فعل الشرط مجزوم علامة جزم السكون، وترسب فعل جواب الشرط مجزوم علامة جزمه السكون أيضا لأنهما صحيحة الآخر. أيانا اسم شرط للزمان، مثل أيانا تخرج أخرج معك. تخرج وأخرج فعل الشرط وجوابه مجزومان. أين وأينما وأن وحيثما أسماء شرط للمكان. أينما تكونوا يدرككم الموت، أن تتوكل على الله يوفقك. كيفما اسم شرط للحال، كيفما تعامل الناس يعاملوك. لاحظ فعل الشرط تعامل مجزوم علامة جزمه السكون لأنه صحيح الآخر، ويعاملوك فعل جواب الشرط مجزوم وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. أي اسم شرط معناها بحسب ما تضاف إليه، فتكون للعاقل أو لغير العاقل أو ظرف زمان
أو للمكان. أي للعاقل مثل أي طالب يجتهد يتفوق. لغير العاقل أي كتاب تقرأه تستفد منه. للزمان أي يوم تخرج فيه أخرج معك. للمكان أي متحف تزوره يضيف لك من المعلومات الكثير. تذكر أن من، مهما، ما إعرابها مبتدأ، إذا كان فعل الشرط لازما أو كان متعديا استوفى مفعوله، مثل من يطع والديه ينال رضاهما، ومثل مهما تفعل من خير تنل خير الجزاء. أين، أن، أينما، حيثما إعرابها ظرف منصوب لفعل الشرط. كيفما إعرابها حالا غالبا. ولا يؤثر على أدوات الشرط في العمل دخول حروف الجر عليها نحو على أيهم تنزل أنزل. حيث وإذ لا تصبحان للشرط إلا إذا اتصلت بهما ما التي تأتي بعدهما متصلة بهما. تذكر أن فعل الشرط الجازم أو جوابه إذا كان ماضيا أو أمرا يكون مبنيا في محل جزم، مثل إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم. ففعل الشرط هنا أحسنتم وجوابه أحسنتم أيضا هنا فعل ماضي مبني على السكون لاتصال بتاء المخاطب. في هذه الحالة يكون مبنيا على السكون في محل جزم فعل الشرط ومبنيا على السكون في محل جزم جواب الشرط. تذكر أن أدوات الشرط غير الجازمة هي إذا، ولو، ولولا، وكلما، ولما، الحينية التي تفيد الحين، وهي لا تجزم الفعل بعدها وإنما تربط فقط بين فعلي الشرط والجواب، أي بمعنى أن الفعل يكون بعدها مرفوعا إذا كان مضارعا ويكون مبنيا إذا كان ماضيا. اقتران جواب الشرط بالفاء. يجب اقتران جواب الشرط بالفاء في الحالات الآتية، وهذه الحالة لا يحدد فيها أو لا يشترط فيها أن يكون الشرط جازما أو غير جازم. إذا كان جواب الشرط جملة اسمية أو جملة أو جملة إن أو إحدى أخواتها، مثل إن تنصروا الله فالله ناصركم. اثنين، إذا كان جواب الشرط جملة فعلية فعلها طلبي، والطلب مثل الأمر أو النهي أو الاستفهام، مثل مهما تواجه من مصاعب فلا تتردد، مثل إذا أردت النجاح فاجتهد، مثل إذا أردت التفوق فهل تبذل الجهد. إذا كان جواب الشرط جملة مسبوقة بلن أو ما أو قد أو السين أو سوف، مثل من يزرع شوكا فلن يحصد قمحا، من أطاع هواه فقد ضل. إذا كان جواب الشرط جملة فعلية فعلها جامد، والأفعال الجامدة في اللغة العربية مثل عسى، ليس، نعمة، بئس، حبذا، لا حبذا، ومعنى فعل جامد أنه غير متصرف، مثل من يتراجع عن الحق فبئس ما صنع، ومتى تستقم فعسى أن يحالفك التوفيق. تذكر أن حين تقترن الفاء بجواب الشرط الجازم فتذكر أن الجملة الفعلية أو الإسمية المتصلة بها الفاء ستكون في محل جزم جواب الشرط، وهذا وضحناه في الجمل التي لها محل من الإعراب. الفعل المضارع الواقع في جواب الشرط المقترن بالفاء يعرب حسب موقعه في الجملة، مثل متى تجتهد فسوف تسمو. تسمو فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة. إعراب الفاء إما واقعة في جواب الشرط أو رابطة لجواب الشرط. علامات جزم الفعل المضارع. الفعل المضارع يأتي على ثلاث حالات أو ثلاث صور، إما صحيح الآخر أو معتل الآخر أو من الأفعال الخمس،
وهنا نذكر بالأفعال الخمسة، وهي كل فعل مضارع يتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة. والضمير ياء المخاطبة ألف الاثنين واو الجماعة المتصل بالأفعال الخمسة دائما تعرب في محل رفع إما فاعل وإما نائب فاعل وإما اسم إذا كان اسم للفعل إذا كان من الأفعال الناقصة كان وأخواتها أو كاد وأخواتها. علامات جزم الفعل المضارع: السكون إذا كان الفعل صحيح الآخر مثل لينفق كل منكم. حذف حرف العلة إذا كان الفعل معتل الآخر مثل لم يدعو المؤمن غير الله. حذف النون إذا كان الفعل من الأفعال الخمسة مثل الرجال لم يتركوا القتال حتى النصر. لاحظ الفعل ينفق فعل مضارع مجزوم بعد لام الأمر وعلامة جزمه السكون لأنه صحيح الآخر، والفعل يدعو فعل مضارع مجزوم بعد لم وعلامة جزمه حذف حرف العلة لأنه معتل الآخر، مع ملاحظة أننا نضع حركة إعرابية مناسبة للحرف المحذوف، فإذا كان الحرف المحذوف ألفا وضعنا فتحة، وإذا كان الحرف المحذوف ياء وضعنا كسرة، وإذا كان الحرف المحذوف واوا كما هو أمامكم نضع على الحرف الذي قبله ضمة لم يدعو. ولاحظ أيضا أن الأفعال الخمسة لم يتركوا هذا الفعل المضارع مجزوم بعد لم وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، ولا تنسوا أن واو جماعة ضمير مبني في محل رفع هنا فاعل. الفعل المضارع المعطوف على فعل مضارع مجزوم قبله فهو مجزوم مثله، مثل إن تذاكر بإخلاص وتجتهد تتفوق. جزم المضارع في جواب الطلب: كذلك يجزم الفعل المضارع جوازا، أقول جوازا، إذا وقع جوابا للطلب الأمر أو النهي، مثل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم أو أستجيب لكم. لا تقصروا في أعمالكم تنالوا أو تنالون النجاح. لاحظ أن الفعل أستجب والفعل تنالوا وقع في جواب الطلب الأول الأمر والثاني النهي، فجزمه هنا جزما جائزا. الأول مجزوم علامة جزم السكون لأنه صحيح الآخر، والثاني مجزوم علامة جزم حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. ولجزم المضارع في جواب الطلب شروط هي: واحد أن يتقدم الطلب على الفعل المضارع، 2 أن يكون المضارع المجزوم مترتبا على الطلب بأن يكون مسببا عنه فلا يجوز الجزم في مثل اغتنم فرصة تظهر لك، لأن الفرصة تظهر أولا ثم يغتنمها الإنسان، لا يغتنمها الإنسان ثم تظهر. 3 أن يكون الجواب بعد النهي أمرا محبوبا فلا يجوز الجزم في مثل لا تدنو من الأسد تتعرض لشروره. لا أحد منا يحب أن يتعرض لشرور الأسد، لذلك يمتنع جزم الفعل المضارع هنا في جواب الطلب لأن المضارع بعد النهي أمر غير محبوب. مع نفهم نتعلم ببساطة.